أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، الأشواط تتوالى شوطا تلو الآخر في هذا الانطلاق الصباحي الجميل والرائع، انطلاقة سليمة لشوطنا 22 في تعداد أشواط صباح هذا اليوم. الشوط 22 شوط خاص بالحجايج الجعدان، نتمنى التوفيق لجميع الأخوة المشاركين، نسير بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط والمقدمة وأرهني اللي قاد المجموعة منذ البداية بهذا الانطلاق. نتابع عليم لمحمد بن راشد بن غالب المنصوري، ولكن ينخطف في المركز الأول في هذه اللحظات مع هذا الانطلاق المتميز. نتابع التسلل على مستوى المركز الأول والمقدمة، ناصي للحرب الراشد بن خادم المهيري من يتقدم بهذا الانطلاق، يلي مع المركز الثاني، مع المركز الثاني مذخور لكاسب بن سالم بن كاسب المسافري، ومع المركز الثالث التحديات من غازي سيب بن مطر بن سيب اللاحج الهاجري، ومع المركز الرابع تحديات وانطلاقة عريم لمحمد بن راشد بن غالب المنصوري. نتابع المركز الخامس والشهم يتسلل المركز الخامس لمحمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، بينما انطلقنا مع المركز السادس بئر الاسد لمبارك بن يمع بن مغير الخيلي، دور المركز السابع والقدوم في هذه اللحظات من جديد لمطر بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي، يتسلل على مستوى المركز السابع ثامن الانطلاقات من الجانب الاخر، رسليماني لطالب بن شريان بن محمد المري، يتسلل في هذه اللحظات مع المراكز المتقدمة، ومع المركز التاسع القدوم من النصر لخلفان بن ناصر بن طويلب المنصوري من يقدم النصر بهذا الانطلاق، والفارس ياتي عاشرا محمد بن سعيد بن حمرور العامري من يتقدم مع الفارس على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر الأسامي المتقدمة في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق، ولكن الأسد اللي قاد المجموعة، الأسد اللي انطلق بناموس هذا الشوط، مبارك بن يمع بن مغير الخيلي يحكم القبضة على مقدمة هذا الشوط مع تحديات الأسد، يلي مع المركز الثاني رهني غازي للسيب بن مطر بن لاحج، ولكن القدوم لسليماني طالب بن شريان بن محمد المري، ومن الجانب الاخر شعار بن ضعيف ايضا يتقدم مع عنتر حمد بن ضعيف بن حمد بن غدير الاكتبي، يتسلل ينطلق مع عنتر مع المركز الثاني ومع المركز الرابع القدوم في هذه اللحظات من غازي للسيب بن مطر بن لاحج، المركز الخامس من الجانب الآخر التحديات ايضا من مياح لعبد الله بن مطر بن حاذة الاجتبي، ولكن بنعود مع الصدارة مع الكوكبة الثلاثية مع الصراع الثلاثي على مقدمة هذا الشوط، الاسد عنتر من الجانب الاخر والتحديات للسليماني، ولكن نتابع الصدارة والاسد على مقدمة هذا الشوط، متمسك بزمام الشوط منذ البداية، ولكن عنتر يحاول اللحظات الأخيرة وجولة الأوامر النهائية، عنتر يتسلل في الأمتار النهائية بشعار حمد بضعية بن حمد الغدير الاكتبي، ينطلق بالصدارة ينطلق بالمقدمة، ولكن التحديات من شاهين لسالم بن مانع الغويس، ولكن عنتر هو الأقرب، سلام مرغم سلام. النقطة الرابعة تهانينا لحمد بضعية بن غدير المركز الثاني، شاهين سالم بن مانع الغويس المركز الثالث، ياتي الاسد المبارك بن يمع المغير المركز الرابع، تحديات المركز الرابع باروت لاحمد بن سالم بن متعب العفاري، ومع المركز الخامس السليماني لطالب بن شريان بن محمد بن علي المري. هذه النتيجة للخمس المراكز المتقدمة، نعود مع التوقيت الزمني ولحظات الوصول إلى خط النهاية مع عنتر. هذه لحظات الوصول 4 دقائق 34 ثانية 9 أجزاء من الثانية، هو توقيت عنتر
تهانينا لحمد بضعي بن غدية للكتبي، بينما اللي وصل مع المركز الثاني شاهين ياتي بتوقيت زمني مقدار 4 دقائق 35 ثانية جزئية من الثانية. تهانينا لسالم بن مانع الغوص السويدي ومع المركز الثالث. المركز الثالث ياتي الاسد 4 دقائق 36 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لمبارك بن يمعة بن مغير الخيلي، تهانينا للجميع والناموس.